اتصالا واتساقا بالمشهد الفلسطيني وبالانتهاكات الصهيونية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، من استباحة كل شيء، استباحة الأرض والعرض والنساء والأطفال، استباحة كل ملامح الحياة، استباحة المدارس والمستشفيات، استباحة البشر والحجر، واستباحة أيضا المواقع التراثية والثقافية الفلسطينية. ومن هذا المنطلق اليونسكو أصدرت قرار بأهمية الحفاظ على المواقع التراثية الفلسطينية المختلفة والمدرجة بطبيعة الأحوال على قائمة التراث العالمي. وفي المقابل مصر متمثلة في وزارة الخارجية أصدرت بيان ترحب به بهذا القرار الصادر من قبل اليونسكو. معي ومعكم لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام بشكل كبير ضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة الأستاذ محمد ياسين، رئيس نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الفل، صباح الخير على مصر كلها. طبعا قرار مهم جدا من قبل اليونسكو بأهمية الحفاظ على مواقع التراث الفلسطيني من المخاطر المختلفة ومن الاستباحة ومن الانتهاكات ومن طمس ملامح هذه المواقع التراثية والثقافية. كيف تنظر إلى هذا القرار ومدى الاستجابة له بطبيعة الأحوال؟ يعني ربما تكون هناك قرارات منصفة للقضية الفلسطينية أو للتراث والثقافة الفلسطينية بشكل خاص لا تعد ولا تحصى، ولكن على أرض الواقع لا توجد استجابة حقيقية. والمعني بطبيعة الأحوال الكيان الصهيوني لهذه الدعوات أو هذه القرارات التي ربما تكون حبيسة الأدراك. وإدانة منظمة اليونسكو للانتهاكات الكيان الإسرائيلي بتدمير الآثار بتدمير الآثار الفلسطينية بشكل ممنهج في الاجتماع اللي كان في نيودلهي في الدورة 43، أدان كافة ممارسات الاعتداءات على الآثار الفلسطينية ومنها بالطبع الآثار اللي مدرجة على قوائم اليونسكو في القوائم الآثار تحت الخطر، وهي القدس القديمة، بلدة القدس القديمة بأسوارها ومحيطها، بلدة القديمة قديمة، بلدة الخليل كمان، موقع العنب والزيتون، المشهد، المدرجات الثقافية الزراعية في جنوب القدس، بالإضافة للتدمير اللي حادث في غزة من كافة الآثار. هو الاعتداءات ممنهجة، الهدف منها طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الهوية الفلسطينية بكافة الأشكال الاعتداءات، منها ما هو التدمير بالكامل، ما هو السرقة زي ما حصل في جامعة الإسراء، سرقة 3000 قطعة من الآثار النادرة في المتحف الوطني الفلسطيني، منها ما هو نقل الآثار سواء بالهدم ونقل واستخدام الأحجار في بنايات ترجع أنها آثار. صحيح. يمكن رغم المحاولات العدة والحرب التي نتابعها الآن التي ما زالت مشتعلة بطبيعة الأحوال، حرب الإبادة الجماعية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري واتباع سياسة الأرض المحروقة واستباحة كل شيء زي ما ذكرنا، يعني الأرض والعرض والحجر والبشر، كل هذه الأمور، ولكن في المقابل حقيقة نسجل ونرصد ثبات وصمود الشعب الفلسطيني. هناك استهداف حقيقي للشخصية الفلسطينية والملامح الفلسطينية والهوية الفلسطينية، ويمكن من هنا بتأتي هذه المساعي الصهيونية لطمس المواقع التراثية والثقافية الفلسطينية من أجل محو وطمس وإلغاء الشخصية الفلسطينية بكل ملامحها. مدى ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة كل هذه المحاولات الصهيونية؟ وطبعا الشعب الفلسطيني في المرحله دي يعني شعب مكافح مجاهد، ان شاء الله منصورين باذن الله على قوات الاحتلال الصهيوني. في الجانب الاثار دلوقتي بيقوموا بحمله توثيق
توثيق الاعتداءات وجمع الدلائل وجمع التوثيق بالاعتداءات اللي بتستهدف الآثار. إسرائيل بتستهدف محو الهوية الفلسطينية بالكامل وتهويد ما أمكن من آثار. قلنا انها يعني اول اسرائيل عملت اتاحت الاتجار في الاثار، اتاحت للمستوطنين الاتجار في الاثار بشرط ان هو بيسجلها، فبدات عمليه تنقيب زي ما بنشوف التنقيب تحت الحرم الابراهيمي تحت المسجد الاقصى والحفر والانفاق اللي بتتعمل بغرض ان هم يبتدوا يستولوا على الاثار الفلسطينيه وينسبوها للكيان المحتل. إذا كان هم بينسبوا الأهرامات ليهم يعني كل شيء بصراحة مباح للأسف، يعني بالنسبة لهم هم بيعتبروا أن كل حاجة بتاعتهم والكون ده ملكهم هم وشعب الله المختار، وأمور كثيرة حقيقة فيها مجموعة من المغالطات والأكاذيب وتسويق الوهم والافتراءات وتزييف ونسف الحقائق. يعني أعتقد إن شاء الله أنها محاولة يائسة ومش مكتوب لها باذن الله نجاح، يعني هم محاوله ان هم يقضوا على البشر وعلى الحجر وعلى الهويه الفلسطينيه على الارض وعلى كل ما هو يهتم بالشان الفلسطيني. يعني احنا بنتابع الاقتحامات حقيقه المتكرره للمسجد الاقصى المبارك، استباحه المساجد واستباحه ايضا الكنائس الفلسطينيه. اذا يعني كل هذه الامور مستباحه من اجل تنفيذ الحلم الصهيوني بالسيطرة وبالسطو وبسرقة كل شيء. دي حقيقة، هم ما خلوش أي معلم من المعالم الأثرية سواء مسيحية أو إسلامية إلا ما اعتدوا عليه. يعني احنا في الاعتداء على غزة دمروا ثالث أقدم كنيسة في العالم، صحيح، كنيسة فيرفيروس ثالث أقدم كنيسة في العالم، دي من القرن الرابع الميلادي. دمروا المسجد العمري، والمسجد ده قديم جدا من 2500 سنة لأنه كان قبل كده معبد. دمروا ضريح هاشم ابن عبد مناف جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دمروا ضريح سيدنا الخضر، دمروا محراب الإمام الشافعي. يعني مش سايبين اي حاجه سواء مسيحيه او اسلاميه الا ما بيدمروها. وده حقيقة بيقودنا الحديث على فكره انه المفروض ان المواقع التراثيه الاثريه الفلسطينيه من المفترض ان هي تكون تحت الحمايه الدوليه، ولكن ربما يتساءل البعض ايضا او يطرح مجموعه من التحفظات اذا كان بيتم استباحه الاطفال والنساء بهذا الشكل، وبالتالي لا مجال لفكره الحديث عن الحفاظ على المواقع الاثريه لأنه الهدف طمس كل ما هو فلسطيني. دي حقيقة. دي حقيقة، إسرائيل بتسعى لكده، بتسعى لطمس كل ما هو فلسطيني على الأرض من حجر وبشر، سواء بالتدمير، سواء بالتهجير القسري، سواء بالقتل والترويع. للأسف ده اللي بيحصل. كل اللي يملكه دلوقتي الفلسطينيين او المهتمين بمجال الاثار في فلسطين ان هم بيوثقوا الكلام ده كله لانتهاء الحرب لالزام دوله الكيان المحتل بترميم الاثار واعادتها الى ما كانت عليه، وده اللي بيلزمها به المجتمع الدولي وقرارات المجتمع الدولي. اذا تكاتف المجتمع الدولي فيها ممكن تجيب نتيجه. ويمكن كمان ممكن نقرا بشكل سريع البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية المتعلق بهذا الأمر في رفض الانتهاكات الإسرائيلية في يعني البلدة القديمة في القدس في الضفة الغربية المحتلة وبصفة خاصة طبعا في البلدة القديمة واللي بتستهدف تغيير الوضع القائم فيها، وطلبت مصر بطبيعة الأحوال الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الإجراءات غير القانونية الهادفة لتغيير طابع القدس الشرقية واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، تعقيبا على هذا البيان المصري. دي حقيقة البيان الإدانة دون والتصديق وزارة الخارجية عليه أو
ترحيبها ببيان الادانه، دي حاجه طبعا كويسه، وده موقف مصر الدائم يعني، مش جديد على مصر. ده موقف مصر الدائم تجاه القضيه الفلسطينيه، سواء في القضيه الفلسطينيه كارض وكبشر او كاثار وحجر، ودي بتعمل دعم للاثار الفلسطينيه. احنا طبعا بنوضح انه هذا القرار الصادر من اليونسكو ده تم خلال اجتماع الدوره 46 المنعقده في العاصمه الهنديه نيودلهي، والخاصه بالحفاظ على المواقع الفلسطينيه المختلفه المسجله على قائمه التراث العالمي. هي خطوه مهمه بطبيعه الاحوال يعني لمن يريد يعني ان ينصف القضيه الفلسطينيه والحق الفلسطيني. وحقيقه منظمه اليونسكو كنموذج وكمثال اصدرت قرار منصف للمواقع التراثية والثقافية والأثرية الفلسطينية، ولكن يبقى التساؤل، يبقى دائما التخوف من الكيان الصهيوني الغاصب، لأنه للأسف يعني هذه القرارات غير ملزمة له. وحتى لو كانت ملزمة، إسرائيل تتعامل في المقابل بأنها فوق المساءلة والمحاسبة والقانون وفوق الشرعية الدولية. للأسف ده دور المجتمع الدولي، ده دور المجتمع الدولي في تفعيل قرارات اليونسكو في إلزام إسرائيل بالحفاظ على الآثار وإعادة ترميمها والحفاظ عليها وعدم الانتهاك. وده على فكرة جرائم حرب، صحيح، يعني الآثار دي جرائم حرب، صحيح، تحكم فيها في المحكمة الجنائية الدولية. ده دور المجتمع الدولي، ودور مصر مع الدول العربية في انها بتضغط من خلال قرارات اليونسكو على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل اولا بوقف الحرب، ثانيا بوقف الانتهاكات على الآثار والانتهاكات، صحيح، على الفلسطينيين بشكل عام يعني. انا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد ياسين رئيس نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث، شرفتنا ونورتنا يا فندم. صباح الخير. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل حوار جديد في هذا الصباح.